أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من موقع عربي 21 ومقال الكاتب إسماعيل ياشا حول تعامل أنقرة مع أزمة هجوم دهوك. وقع الهجوم بعد دقائق من انتهاء قمة طهران التي جمعت رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره أو نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، وركب سياسيون عراقيون الموجة، إلا أن أنقرة نفت مسؤوليتها بشكل قاطع، مسؤولية القوات التركية عن الهجوم، ودعت الحكومة العراقية إلى تحري الحقائق مبدية استعدادها للتعاون في كشف ملابسات الهجوم. المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه رئيس الجمهورية التركي في طهران جدد رفض إيران لقيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مدعيا أن أي عمل عسكري في سوريا سيعود بالضرر على تركيا وسوريا والمنطقة بأكملها. ولذلك هناك اعتقاد سائد في الأوساط التركية أن إيران تقف بشكل أو آخر وراء هجوم دهوك وتحريض العراقيين ضد تركيا، بعد أن تأكدت طهران في القمة الثلاثية من أن أنقرة لن تتراجع بأي حال من الأحوال بالقيام بتلك العملية العسكرية المرتقبة. نتابع. هناك مصادر تركية عراقية تشير إلى وجود أدلة تؤكد أن هجوم الدامي الذي استهدف المدنيين في منطقة زاخو لم يقم به الجيش التركي، بل نفذه حزب العمال الكردستاني وعناصر الميليشيات المحلية. وتدعو الحكومة العراقية إلى عدم الاستعجال في اتهام تركيا قبل التأكد من الجهة المسؤولة عن الهجوم. كما يقول رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر إن مجموعة إرهابية تقف وراء هجوم دهوك، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، داعيا الحكومة العراقية والمؤسسات الأمنية إلى تطهير المناطق الحدودية من المافيات الإرهابية التي تحاول جر العراق إلى حروب بالوكالة. حزب العمال الكردستاني تلقى في الآونة الأخيرة ضربات مؤلمة سواء في شمال العراق أو شمال سوريا، وفقد عددا من قادته الكبار في هجمات نفذتها الطائرات المسيرة التركية. وبالتالي تسعى المنظمة الإرهابية إلى وقف تلك الهجمات بأي طريقة، إلا أن توقيت الهجوم والحملة المنظمة التي أطلقتها الميليشيات الموالية لطهران بعد الهجوم مباشرة يوحي أيضاً بأن الهجوم مدبر لاتهام تركيا بقصف المدنيين لعرقلة العملية العسكرية المرتقبة التي يستعد الجيش التركي لإطلاقها من أجل تطهير تل رفعت ومنبج وغيرهما من عناصر وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبهدف إقامة منطقة آمنة لتأمين عودة نسبة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: المواطن العراقي المسكين يجد نفسه كل يوم محاصراً بأخبار الصراع على السلطة وبنادق نور المالكي ونصيحة إياد علاوي في الإعادة إفادة وخطب عمار الحكيم التي قطعت أوصال بغداد وتظاهرات التيار الصدري وخوف محمد الحلبوسي على قنفات مجلس النواب. لقد ظل سياسيون مصرين على اعتقال إرادة العراقيين داخل أسوار الطائفية والإحساس بالخطر من الآخر، وافتعلوا أزمات سياسية محبوكة بالتوازي مع إشاعة أفلام الرعب من الخطر الخارجي الذي يحيق بأبناء الطائفة، مراهنين على أن المواطن سيلغي عقله وينصرف تماماً عن البحث عن غطاء طائفي يحميه من غدر الآخرين. هل إن الذين يتحكمون في رقاب البلاد والعباد لا يدركون أن بياناتهم وخطاباتهم تساهم في إطفاء العبث على عملية سياسية عبثية ومنتهية الصلاحية؟ نتابع. هذا المواطن للأسف صدق أكذوبة أن أشخاصاً خدموا في بلاط الطائفية منذ عام 2003 يستطيعون أن يقدموا له نظاماً سياسياً معافى يكون شعاره الوطن للجميع، وعاش سنوات دور المخدوع
الذي أدمن على متابعة تغريدات عالي صيف التي بشرتنا فيها بأن ننام ملأ جفوننا عن شواردها ما دام السيد المالكي حارسا أمينا على راحتنا ومستقبلنا، مع الاعتذار لعمنا المتنبي الذي دائما ما أحشره مع قامات ديمقراطية من عينة حنان الفتلاوي وخميس الخنجر والعلامة عزة الشابندر. 19 عاماً تماماً لم نسمع خلالها سوى بيانات ومؤتمرات تطالب بدولة المواطنة وتشتم الطائفيين، وكلما أمعنوا جيداً في الكلام عن دولة العدالة الاجتماعية والمساواة التي سيعيشها الناس على أيديهم، كانت المصائب والمآسي تصب على رؤوس العراقيين لنصحو جميعاً على دولة يعيث فيها الخراب. من ينسى صراخ النجيفي وهو يحذرنا من النزاعات الطائفية الضيقة؟ ولعل كلمات همام حمودي عن الديمقراطية ونعيمها لا يزال صداها يتردد في الفضاء. اليوم تثبت الوقائع أن النجيفي كان يضحك علينا، وأن جماعة همام حمودي هدفهم الدفاع عن الكرسي فقط. وسيسأل سائل: ما الضير أن تدافع أحزاب وتتحالف تيارات عن حقها الذي كفلته لها صناديق الانتخابات؟ أليست هذه الديمقراطية التي تتحدثون بها وتكتبون عنها؟ وسأقول إن كل ممارسة سياسية سلمية أمر مرحب به ما دامت لا تستخدم العنف والكذب والخديعة طريقا للحكم، لكن المطلوب أولاً وثانياً وثالثاً وإلى ما لا نهاية أن تبنى هذه التكتلات على أرضية وطنية خالصة لا على برلمان طائفي فقد أهميته وأوامر من وراء الحدود. ونرى مقالاً من صحيفة الدستور الأردنية للكاتب سري القدوة حول التعليم الفلسطيني والصراع مع الاحتلال. تعمل سلطات الاحتلال وفي تطور غير مسبوق على اتباع سياسات تصعيدية خطيرة بخصوص واقع التعليم في فلسطين وخصوصا في القدس المحتلة، مستهدفة النيل من الشخصية الفلسطينية، حيث تعمل على فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية في القدس المحتلة بالقوة. وتعمل حكومة الاحتلال وبعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول سياسة الأمر الواقع، بدأت تمارس الضغوط في محاولة منها لفرض مخططها بالقوة ومحاولة فرضها لمناهج تتبنى الرواية الإسرائيلية وتستبعد الهوية الفلسطينية. وكانت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في القدس الشرقية في إطار محاولات حكومة الاحتلال التدخل بالشؤون الفلسطينية. نتابع. لا يمكن أن يتم التسليم في تلك الممارسات الخطيرة التي تهدف إلى تغييب الحضور الفلسطيني، كون أن هذه الممارسات تعد غير أخلاقية ويجب إدانتها، حيث يمارس الاحتلال وأجهزته المختلفة الضغوط والتصعيد ضد المدارس عبر سحب تراخيص واشتراط إعادتها بشطب كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية في المناهج التعليمية الفلسطينية. وهذه الخطوة والتي تتمثل في محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية والحضارة القائمة عبر التاريخ وطمس كل أشكال التواجد الفلسطيني للمدارس الفلسطينية بالمدينة. وتأتي هذه الخطوات بعد تطور المشهد الإسرائيلي والصراع القائم بين اليمين المتطرف وفرض هيمنته على صعيد الانتخابات القادمة، حيث يتم ممارسة الضغوط على عدد من المدارس في محاولة لإملاء الرواية الإسرائيلية بالقوة وطمس وتغييب الشخصية والحضور الفلسطيني. وإنما تم اتخاذه من إجراءات ضد عدد من المدارس مرفوض، وخصوصا أن هذه المدارس مشهود لها بالمهنية والوطنية وتؤدي رسالتها منذ سيطرة الاحتلال على القدس
وتعد انتهاكا خطيرا لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن تمرير تلك المخططات العنصرية التي تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فرضها في ظل تصاعد بورصة الانتخابات الإسرائيلية لفرض واقع عنصري يميني متطرف على المجتمع الفلسطيني، وما يجري محاولة مكشوفة ومرفوضة كذلك ومدانة لتشويه التاريخ الفلسطيني واستبداله بالرواية الإسرائيلية. أكدت نيويورك تايمز في افتتاحيتها أن روسيا تجني الكثير من الأموال من النفط، لكن هناك طريقة لوقف ذلك. وكتبت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفائها اعتمدوا بشدة على فرض عقوبات اقتصادية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، لكن يبدو أن أحد العناصر الرئيسة في تلك الاستراتيجية، وهو القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية، تتسبب في الغالب في مصاعب وأضرار للناس العاديين في البلدان الأخرى، كما أن الدول الأوروبية على وجه الخصوص تسببت بإلحاق أضرار جسيمة باقتصاداتها دون تحليل عادات النفط الروسية، أو ترى أيضا أن إنشاء كارتل ليس بالأمر السهل، لكن المسؤولين الأمريكيين يجادلون بأن الكارتل لا يزال بإمكانه زيادة الضغط على روسيا من خلال السماح للدول غير المشاركة بالحصول على خصومات أكبر. أيضا نتابع. شددت الصحيفة على أن الدول التي تسعى لمساعدة أوكرانيا تصوب على الهدف الخطأ، أي بالتركيز على خفض صادرات الطاقة الروسية بدلاً من تقليص أرباح صادراتها، إذ تصدر روسيا نفطاً أقل ولكن بطريقة معكوسة، تكسب المزيد من المال وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا، حيث رفعت العقوبات الأسعار أكثر من تعويض انخفاض الصادرات في مايو 2022. كسبت روسيا 883 مليون يورو يومياً من صادرات النفط، ارتفاعاً من 633 مليون يورو يومياً في مايو 2021. وأحذرت الصحيفة من أن الوضع على وشك أن يأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، حيث من المرجح أن تدفع العقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على فرضها على روسيا بحلول نهاية العام إلى ارتفاع أسعار النفط. ويحذر بعض المحللين من أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهو ما يمكن أن يدفع بسهولة الاقتصادات الغربية إلى الركود، غير أنها تشير إلى أن خطة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تتجنب هذه الأزمة تتمثل في تأسيس كارتل بين مزدوجين تحالف المشترين، وهو اتفاق بين عملاء روسيا لوضع سقف لسعر النفط الروسي على أن يكون هذا السقف أقل بكثير من سعر السوق الحالي، مما يقلل بشكل حاد من دور المستهلكين الغربيين في تمويل الجيش الروسي. ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية في تحليل لها أن الحرب في أوكرانيا تركت كل من الغرب وروسيا على حد سواء يترنحان، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة لصيرورة الحرب الروسية الأوكرانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه باستثناء الحرب العالمية الثانية فقد انتهت معظم الصراعات الحديثة بالمفاوضات وليس بانتصار صريح في ساحة المعركة، مضيفة أنه حرب أوكرانيا قد تتبع هذا الخط. واعتبر كاتب المقال التحليلي أن النتيجة الحالية للحرب سلبية، مضيفا أن الروس يقتربون من نقطة الذروة، وإذا تمكنوا من إكمال الاستيلاء على دونباس فسيكونون مرهقين وغير قادرين على التوغل غربا، في حين أن الأوكرانيين مدعومون بالأسلحة الغربية والتدريب، ويكونون قادرين على الاحتفاظ بخطوة دفاعية جديدة في شرق بلادهم. نتابع. الصراع على الأرض سيدخل في حالة من الجمود الشديد مع اقتراب فصل الشتاء وبعيداً عن ساحة المعركة. هناك تأثيرات استراتيجية أخرى تلعب دورها،
ورأى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب وحذر الصين والهند وتناقض معظم الدول الإفريقية يجعل بوتين في وضع منعزل للغاية على المسرح العالمي. وعبر كاتب المقال عن اعتقاده بأن الوضع الاقتصادي يتحرك في الوقت نفسه لصالح بوتين، إذ أن تأثير العقوبات قد يكون سلبياً على الاقتصاد الروسي، لكن الروبل استعاد قوته وعائدات إمدادات الطاقة المستمرة للغرب تدعم آلة الحرب الروسية. لافتاً شراء أسواق شرق آسيا الإمدادات الروسية النفطية، ومع اقتراب فصل الشتاء قد تبدأ البلدان المتعطشة للطاقة مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا التي تكافح من أجل تنويع إمدادات احتياجاتها من الطاقة في الخروج عن التماسك الحالي للغرب فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، مما يمنح بوتين لمحة عن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقسيم الناتو وفقاً للصحيفة. ونوهت الصحيفة إلى أن تجميع العوامل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية يؤدي إلى استنتاج محتمل بأن اللحظة المناسبة لاستئناف المفاوضات ربما تكون قد حانت، لكن يجب أن يكون الرئيس فلوديمير زيلينسكي نفسه هو من يقرر التفاوض وليس بسبب الضغط الغربي عليه للقيام بذلك. قالت صحيفة واشنطن بوست إن التقدم العسكري الروسي تباطأ خلال الأسابيع الماضية بفضل حزمة المساعدات العسكرية التي قدمها الغرب لكييف وفي ظل صعوبة قتال الروس على أكثر من جبهة، ولم تتحقق روسيا أو لم تحقق مكاسب كبيرة منذ الانسحاب الأوكراني في 2 تموز/يوليو من مدينة ليستشيانسك شرقية أوكرانيا تحت وطأة نيران المدفعية الروسية. وبعد الانسحاب الأوكراني سيطرت موسكو على إقليم لوغانسك، وهو ما يعد النجاح الاستراتيجي الوحيد لروسيا منذ انسحابها من الأراضي المحيطة بكييف وبعد الاستيلاء أيضا على ليستشيانسك، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية توقف عمليات مؤقت لإتاحة الفرصة للقوات الروسية للراحة وتطوير قدراتها القتالية وفقا لتعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتها. نتابع. محلل الجغرافيا المكانية في معهد دراسة الحرب جورج باروس يشير إلى أن التوقف المؤقت لم يوقف المحاولات الروسية لاختراق الخطوط الأوكرانية، وقال إن النهاية الرسمية للتوقف التي أعلنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في 16 يوليو/تموز لم تسفر عن زيادة ملحوظة في حدة الاعتداءات الروسية. ويشكك باروس والعديد من المسؤولين والمحللين الغربيين في قدرة روسيا على تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية في مواجهة القوات الأوكرانية المجهزة بأسلحة حديثة. وأجبرت القوات الأوكرانية نظيرتها الروسية على التخلي عن أمالها في الاستيلاء على العاصمة كييف، وقد تواجه القوات موسكو المعادلة نفسها في منطقة دونباس التي تعد الهدف الوحيد المعلن للغزو الروسي ومحور الطموحات الهجومية الحالية وفقاً للصحيفة. وعن ذلك يقول باروس: روسيا قد تنجح في الاستيلاء على واحدة أو اثنتين من بلدات دونباس في خط نيرانها المباشر مثل سيفرسك وباخموت القريبة، لكن من الصعب جدا رؤية جيشها الحالي يضغط أكثر من ذلك بكثير. ووفقا للتقرير فقد خصصت القوات الروسية موارد كافية لشن هجمات برية شبه يومية والاستيلاء على الأراضي على هذين المحورين، لكنها لم تتمكن من تحقيق مكاسب إقليمية مماثلة في أماكن أخرى في أوكرانيا. لكن مسؤولاً غربياً تحدث لواشنطن بوست شريطة عدم الكشف عن هويته يقول إن روسيا عدلت أهدافها وتكتيكاتها بعد تعثرها حول كييف وقد تتكيف معها مرة أخرى، وأشار إلى أن روسيا لديها أيضاً قدرات لم تستخدمها بعد التي يمكن أن تأخذ الحرب في اتجاه مختلف آخر ومثير للقلق، وذلك في إشارة إلى مخزونات روسيا الكيميائية والنووية.
أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن 7 أشخاص في الأقل لقوا مصرعهم من جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد في الأيام الأخيرة، بينما تواصل السلطات عمليات الإنقاذ. وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية علي الطنيجي في مقطع فيديو نشرته الوزارة على تويتر: يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين من جراء السيول، مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا. وقبل يومين كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها بعض الدول الآسيوية وأعنفها على دولة الإمارات العربية المتحدة. نتابع الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتيرية. إلى صدى أقلام من جديد، إلى اللقاء.